السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نبدأ الخدمة ديال البيت الكلاس. أول حاجة غادي نبدأ بها هي يعني لي كانابي ديال الخشب. غادي نستعمل إن شاء الله هو هذا كيدير 7 دراهم من المتر، يعني في مترو على 10 سنتيم. كيجي يعني في بلاطه طويله، لهذا ما جبتهاش حتى لهنا، عاد قطعت على النجار، قطعهم لي 80 سنتيم يعني فيهم كاملين، ولكن انا غادي نمودي فيهم باش نصاوب يعني واحد المكعب اللي هو يعني لاباز ديال الكنابي. غادي نحتاج جوج، غادي نخليهم في 80 سنتيم، ما غاديش نقص منهم، وهادو خصني نقص منهم. الطريقه باش غادي نقص انا غنوريها لكم. كنحتاج 3، علاش؟ باش ندير جوج في الجناب وحده في الوسط باش تفورسي مزيان الكنابي. الوسطانيه غادي نقطعها، يعني غادي نديرها مقسومه على جوج، يعني غير الطرف الوسط، غير النص غادي يكفي يعني باش يفورسيه لي مزيان. انا غنوريكم الطريقه كيفاش خصني نقطع هاد الثلاثه هادو، يعني باش نديرهم في الوسط. اول حاجه غادي نديرها هي باش يخرج ليا يعني مربع فيه 80 على 80. باش نقص انا غنعاود نوريها لكم باش يعني يوضح لكم مزيان الامر. هي غادي ناخذ جوج خشبات بحال هكا، وغادي نحطهم على هذاك اللي غادي نقص، وكندير خط بحال هكا. غادي ندوز دابا باش نقطع هادو ونوريكم كيفاش غادي نحطهم. كما كتشوفوا القياس ديالها جا مزيان دابا ملي نقصتها. دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نجمعهم كاملين. الطريقه باش غادي نجمعهم هي هذه، يعني غادي نشد معايا راجلي كما كتشوفوا، وغادي نوضعوا المسامر، نشدوا واحد جهه ونقلبوا للجهه الاخرى. المهم انتم غادي تشوفوا الطريقه، غادي نوضحها لكم غير بالصوره. كما كتشوفوا كما قلت لكم هذه يعني قسمتها على جوج، هذه اللي غادي نديرو في الوسط قسمتها على جوج باش يعني نديرهم وحده هنا. دابا ان شاء الله غادي ندوز باش نركب الرجلي. رجيلات انا ما بغيتهمش يكونوا كبار بزاف، كما كتشوفوا درت فيهم هنايا 12 سنتيم، وكذلك يعني الدوره ديالهم تقريبا واحد 5 سنتيم كاريه. دابا غادي ندوز ان شاء الله باش نفيكسيهم. غادي نعس هذا على الارض هكا، نوضعهم بهذا الشكل. انا بغيت يبقى باين ليا غير واحد شويه هذا الشكل هكا. غادي ندوز دابا باش غادي نفيكسيهم يعني بطريقه سهله كيما درت في الخشب. دابا غادي نقدر نخدم بوحدي يعني من غير مساعده، لان شويه هادوك طوال خصني كندير باش نشد يشد معايا شي حد. كما كتشوفوا من بعد ما جمعت هاد لي كنابي، دابا غادي ندوز ان شاء الله باش نصاوب لهم هاد السمطه اللي قلت لكم. الحاجه الزوينه في هاد السمطه هي ان لي كنابي ما كيبقاوش تقال، يعني كان ممكن انني نزيد الخشب هكا يعني بهذا الشكل هكا، ها هنايا يعني هكا غادي يجيو صحاح.
ولكن للاسف غادي يجيو تقال، وانا ما بغيتهمش يجيو تقال، لهذا غادي نتفادى الخشب وغادي ندير هاد الصمطه فقط. انا غنوريكم كيفاش غادي نخدمها ان شاء الله. نحتاج هاد الرقوس نقص، غادي نوريكم الطريقه باش كنخدم، يعني باش ما نبقاش نضيع الوقت. انا غادي نخدم ونخليكم تشوفوا يعني الفيديو كامل. سمعتي الموسيقى؟ الموسيقى هذه. كما كتشوفوا دابا غادي ندوز يعني الخيط الاخر من الاتجاه المعاكس باش يكون عندي صحيح مزيان. نتوما تشوفوا الطريقه. كنكون ساليت هذا الاول، هذا العمل متعب جدا 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 جدا، يعني عييت وخصو مجهود كبير. لهذا ان شاء الله غادي نكمل غدا، دابا عييت خصني نرتاح. اخيرا كملت غير واحد، مازال ليا بزاف، ولكن عمل رشاق كما كتشوفوا راه فيه لا فورس بزاف، فيه خصو مجهود بدني كبير، ويعني الالم في الدار قتلني بزاف لهذا حبست. لكن ان شاء الله غادي يعني نستأنف العمل غدا. غير بغيت نقول لكم البنات اللي قدت تصاوب لي كنابي راسها راه حسن، انا نقولها لكم، لان انا شفت معلمين يعني كنلاحظ، لان كان عندي اهتمام بهذا، يعني كيستهويني هذا الشيء. وفاش كندوز حدا شي محل ديال شي واحد كيصاوب هاد الافريشه، شحال من واحد كاينين حدايا هنا كثار، يعني كنشوفوا كيفاش كيمونطي الخشب. اش غنقول لكم، راه الغش كيغشوا، راه كيغشوا بواحد الطريقه انا تعجبت، يعني غنقول لكم ما عرفتش كيغشوا بزاف باختصار، لدرجه ان المسامر يعني ارخص حاجه في هذه الخدمه هذه هي المسامر. كيغشوا يعني كيدير لك جوج مسامرات من هنا جوج من هنا، المهم غير يخرج من عنده حيت وصل مولا يتهرس ولا يدبر راسو. هذاك علاش انا كرهت انني نعطي شي حد يصاوب لي الفراش، وزعمت. وبالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي فاش تعلمت هادشي، راه ما تعلمتوش، راه علمت راسي براسي باش تعرفوها. واي واحد فيكم ممكن يدير هادشي، يعني خاص راه لا بدا غادي يديروا لي ديفو في الاول، لا بدا غادي تحسوا براسكم راه كتخربقوا، ولكن لا، خاص الواحد يقول انا يلاه كنتعلم، وانا لحد الان واخا نصاوب ما نعرف شنو،
باقي كنحس براسي مازال كنتعلم، لان بصح شحال من حاجه مازال ما كنتقنهاش، ولكن على الاقل يعني كنفع راسي. لهذا كنصحكم يعني ما ديروش شي حاجه وما تعجبكمش نتوما تقولوا راه ما عرفتلاش ما نعاودش نديرها. لا، الحاجه اللي قلتو هذه اللي ما عرفتلاش هي اللي خصني نتبعها حتى نعرف. لا، الاصرار راه مهم في الخدمه، في اي خدمه. المهم انا غير بغيت ننصحكم وبغيت نقول لكم غنخليكم دابا، لان غادي نمشي نرتاح، نمشي نتوضا نصلي ونمشي نرتاح، لان عييت بزاف. واخا عاوني رجلي شويه في الاول، لكن يعني المجهود الاخراني راه صعيب، لان هادو شويه كيخصهم المجهود باش يعني باش تيريوهم وتوصلهم بلاصتهم. لكن الحمد لله يعني العمل هو بادي وغادي نكملو ان شاء الله، ونتمنى تكون النتيجه زوينه. نتمنى وكنتمنى منكم تزيدوا تدعموني يعني القناه، حاولوا ما امكن تبارطاجيو هاد لي فيديو مع صحابكم الا شفتوهم مفيدين طبعا، باش يعني القناه تزيد من هنا لقدام ان شاء الله، ويعرفوها ناس اخرين اللي كيبغيو هاد الشيء وما كيعرفوش باللي راه كاين ناس يعني في المغرب كيديروه. لان الحمد لله راه كلشي كاين دابا، كلشي يعني متاح في الانترنت. انا كنستافد، كنشوف ناس واخا ما كنلقاش الناس اللي كيصاوبوا لي كنابي مغاربه، ولكن كنلقى اجانب، واخا ما نعرفش اللغه. انا شفت كما قلت لكم الناس ديال روسيا، ديال اوكرانيا، ديال فين ما كان شي حاجه انا كنلاحظ وكان كنتعلم. داكشي باش قلت لكم حاولوا ما امكن توصلوا هاد الفيديوهات للناس كتار يعني اللي مهتمين يصاوبوا وما لاقينش منين غيشوفوا. لهذا انا راه كنحاول نطول لي فيديو باش تستافدوا ان شاء الله، ونتمنى نكون عند حسن ظنكم، ونخليكم دابا نمشي نرتاح، نستأنف العمل غدا ان شاء الله. نلقاكم على خير، سلامه.